كلنا ندري إن الحوادث تقصر عمر السيارة وقيمتها، نفس الشيء لصاحبها والركاب اللي معه. السرعة ما منها أمان، كلش ما منها أمان. شوفوا تأثير السرعات المختلفة على السيارة. 60 كيلو احتمال يحوش السايق والركاب تكسر في الرجلين وارتجاج في المخ. 100 كيلو صارت إصابة خطرة، نزيف داخلي وراح تحتاج إلى عملية. 140 بالنسبة للركاب صارت فرصة النجاة بالنسبة لهم شبه معدومة. 180 واقعياً ما حد من الركاب راح يسلم من الحادث. 220 بهالحالة فرص النجاة انعدمت. بحادث سيارة ممكن تنهي حياتك وتعدمها. لحظات الطوارئ والإثارة ما تسوى. سوق بأمان، سوق بذكاء. مع تحيات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية.